خبر آخر، ودعا رئيس مجلس الوزراء المواطنين لعدم التردد في السعي نحو تسوية أوضاعهم وأداء حق الدولة الذي لن تتهاون فيه، وده خلال استعراض تقرير وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها من 14 يوليو حتى 5 أغسطس. اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد أن المواطنين راغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 600,000 طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 1,500,000,000 جنيه، منها حوالي 1,000,000 جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح، واللي بتبلغ نسبته تقريبا 25% من إجمالي قيمة المخالفة. طيب خلونا الخبر الآخر، دكتور محمد معيط وزير المالية أكد أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية تم إنهاء 30,131 منازعة ضريبية بلغت القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة عنها 30,276,000,000 جنيه بالاتفاق مع الممولين والمكلفين، وده منذ صدور قانون إنهاء المنازعات الضريبية وحتى نهاية يونيو الماضي، وإنه تم تسوية 17,942 منازعة للضريبة على الدخل بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها 14,289,000,000 جنيه، وتسوية 7,490 منازعة للضرائب العقارية بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها 989,000,000 جنيه. طب خلاص خلينا نستقبل عبر الهاتف المزيد من التفاصيل أستاذ سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب. أستاذ سعيد أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. مسألة تسوية المنازعات الضريبية في هذا التوقيت من الواضح أنه هي كانت ذو فائدة هامة جدا بالنسبة للدولة وبالنسبة للمواطنين، إيه اللي حصل في هذا الإطار؟ كيف كانت تسوية الملفات المختلفة يا فندم؟ بصي حضرتك، هو كان حرص الدولة حكومة ومصلحة الضرائب كانت حريصة جدا جدا على أن تنهي كافة المنازعات الضريبية اللي بيننا وبين الممولين اللي بين مصلحة الضرائب وبين الممولين أو المسجلين أو المكلفين. وبالتالي صدر قانون إنهاء المنازعات الضريبية 79 سنة 2020. قانون إنهاء المنازعات الهدف منه حصر معظم المنازعات الضريبية اللي موجودة في المحاكم أو في لجان الطعن، وللممول الحق انه يتقدم بطلب لمصلحه الضرائب ويقول انا عايز انهي النزاع، بلاش المحاكم، بلاش اطاله الوقت، وفي الوقت نفسه يقدر يحصل على كافه حقوق من مختصين في مصلحه الضرائب، لان يراس لجنه انهاء المنازعات عضو رئيس اللجنه واحد اعضائها. رئيس اللجنه ده كان واحد من العاملين في مصلحه الضرائب او بدرجه مدير عام على الاقل. بعضو من القضاء، لازم يكون من القضاء، ايضا عضو اخر محايد فني. يعني اللجنه بتبقى لها حياديه كامله، بتقدر لها عندها خبره عندها حكمه في حل المنازعات الضريبيه، وبالتالي بتبقى اسرع في الوقت وبتقلل المده وبتدي كل واحد حقه قدر الامكان لنصل الى حل كافه المنازعات. هل في غرامات استاذ سعيد على لو شخص ممول في حل هذه المنازعات، ولا بيبقى في تسويه بشكل او باخر؟ ما انا هقول لحضرتك، هو الممول طول ما هو في لجنه في المحكمه او في لجنه الطعن بيبقى المده اللي هو موجود فيها بتتحسب مقابل تاخير او ضريبه اضافيه في القيمه المضافه. نعم. او غرامات بالنسبه للضرائب العقاريه. انا ما وقف النهارده واحل النهارده، انا وقفت نزيف مقابل التاخير والضريبه الاضافيه على الممول. يعني احنا هدفنا من قانون انهاء المنازعات بناء جسور ثقه بين مصلحه الضرائب المصريه ومصلحه الضرائب العقاريه وما بين الممولين والمسجلين والمكلفين. احنا بنعمل مناخ وبيئه عمل جيده او بيئه اداء جيده للمستثمرين بصفه عامه. انا بعتبر ان المستثمر هو شريك معايا في تنميه البلد، بدخله عشان كمان ممولين على خط او في نظام دفع الضرائب، لانه الحقيقه الدوله كان يعني احنا اعتقد انه ما يدفع اقل بكثير من المستحق، فاعتقد ان الممولين دول بيخشوا بقى في السيستم او في نظام دفع الضرائب بعد ذلك بطريقه اكثر سهوله ويسر. بالظبط، هو لما بيلاقي ان عنده المنازعه اتحلت والمشاكل اتحلت، الامور بقت مبسطه وسهله.
اصبح هو ممول فعال، ممول بايجابي بالنسبه لمصلحه الضرائب وبالنسبه للدوله. كل ما يحل مشاكله مع الدوله بسهوله كل ما كانت افضل. المهله انتهت لتسويه المنازعات مع الممولين او الضرائب العقاريه او كل هذه الاشياء استاذ سعيد، ولا لسه المهله مفتوحه؟ قانون انهاء المنازعات 79 المهله بتاعته كانت 30/6/2020، ولكن اطمن حضرتك والساده المشاهدين ان مطروح حاليا مشروع قانون هيصدر من رئاسه الجمهوريه، مجرد صدور من رئاسه الجمهوريه هيستمر العمل حتى 31/12/2020. انا استمرار العمل هنا لتلقي الطلبات، ممكن الطلبات ما تتحلش في 31 شهر، يعني انا عندي طلبات قدمت حتى 30/6/2020، الطلبات دي لسه ما اتحلتش لحد هذه اللحظه. قد ايه تقريبا الطلبات اللي قدمت؟ الحل هي شغاله وموجوده وقائمه، وطالما الممول او المكلف تقدم بالطلب يبقى حقه حفظ حقه في حل النزاع امام اللجنه. استاذ سعيد، قد ايه تقريبا نسبه الطلبات اللي قدمت والايرادات من وراء هذه الطلبات المتوقعه؟ انا الايرادات المتوقعه ممكن في حدود 30 مليار ثانيه. احنا حققنا كمصلحه ضرائب مصريه 29 مليار 287، دي ما حققته مصلحه الضرائب المصريه من حل. مصلحه الضرائب المصريه اللي هي ضرائب الدخل وضرائب القيمه المضافه. ضرائب العقاريه اللي هي حلت او حصلت 989 مليون جنيه، يعني اجمالي ما تم تحصيله نتيجه حل انهاء المنازعات ما بين الممولين والمكلفين 30 مليار 276 مليون جنيه. ودي رقم مش شويه، واقدر اقول انه محصل متاخرات ضريبيه كانت على موجوده عندي بقى لها فتره طويله وحلها النهارده، انا قللت المتاخرات الضريبيه. طب انا عايزه كلمه اخيره من حضرتك يا استاذ سعيد، المتاخرين او الممولين ايه الاستفاده من وراء تسويه النزاعات مع مصلحه الضرائب؟ يعني ليه حد ممكن يتقدم وهو لو عنده مشكله او متهرب او ما كانش بيدفع قبل كده ضرائب؟ يمكن اول حاجه هتكلم فيها عشان انهي وحمس الناس على انهاء النزاع، يهمني قوي ان المول يعرف مش هيديلك حقك بطريقه كامله وايجابيه الا واحد فاهم في مجال الضرائب، وبالتالي انهاء المنازعات هي اكبر سبيل لحل هذه المنازعه. الحاجه الثانيه، انت هتوقف نزيف مقابل التاخير والغرامات بالنسبه للضرائب العقاريه والضريبه الاضافيه بالنسبه للقيمه المضافه بمجرد حلك للملف في انهاء المنازعات. النقطه الثالثه والمهمه جدا، أنا عندي قانون بيصدر، قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، مجرد ما يصدر هذا القانون أنت أي مبلغ بتدفعه النهارده قبل صدور القانون بيعفيك بالكامل، أنت بتدفع في الضريبة الأصلية، بيعفيك بالكامل الغرامات ومقابل التأخير بالنسبة للمول اللي عليه ضريبة. طب لو ممول ما لحقش وصدر القانون حل وصدر القانون، يبقى أنا بقول له هتستفيد ب 90% من مقابل التأخير، أنا هعفيك من 90% من مقابل التأخير مقابل استدادك كامل الضريبة. ده كله أنا بحاول أساعد المستثمر، بحاول أساعد الممول أن يوسع رقعة كمان دفع الضرائب في الدولة، القاعدة العريضة للعاملين بالضرائب. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب.